الخيار الصعب لحظير شنقريحة والعراية اللي معاه واللي متبعينه، خيار صعب. في أخ بعث لي برسالة يقول لي مقابلة المغرب فرنسا تضع حظير شنقريحة أمام خيارين، إما تشجيع فرنسا دولة أجداد الكبرانات وهنا يتناقضون مع النشيد الجزائري قسما، يا فرنسا قد أتى وقت الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب. وإما يشجعوا المغرب وهنا يتناقضون مع شعار الكبرانات، شعارهم اللي هو المغرب عدو كلاسيكي. واش راح يديروا؟ شكون راح يشجعوا؟ هم على كل حال في قرارة نفسهم، مليك يشجعوا الفريق الفرنسي، ما عندهم الشجاعة، لأنهم جبناء، ما عندهم الشجاعة باش يخرجوا بها طايب طايب، يقولوا نتمناو فرنسا تربح، ما يقدروش يقولوها، ولكن في قرارة نفسهم يقولوها. دونك واش راح يشجعوا؟ الأخ اللي بعث لي رسالة يقول لي أحسن ليهم أنهم يشجعوا البوليزاريو. البوليزاريو ما يلعبش، ما عندوش فريق، وحبوا يدخلوه لاكاف نظام العراية. ما عندهمش فريق، مساك ما عندهم استاد، ما عندهم ما تقولوا ندخلكم، حاب يديروا شغل تاع ليكيب اف ان ام 58، ما عندهم دي جو بروفيسيونيل في الخارج. هذه واحده. الثانيه كاين خويا يقول لك يشجعوا الاربيتر، يسيبورتيو الاربيتر، ما يسيبورتيو لا المغرب ولا فرنسا، ولكن هذا صعيب عليهم، صعيب لانهم فوز المغرب على فرنسا غدا ان شاء الله، وعلى بالهم بلي الشعب الجزائري كله ماهوش قادر يهضم هزيمة المغرب امام فرنسا. واذا فاز الفريق الفرنسي وهذا اللي يتمناوه، شوارع الجزائر رايحة تخرج كلها تعبر على فرحتها، هذه ما فيها حتى هدرة. وهنا نقولوا لهم هذه ثمار التجارة اللي درتوها، انتم تاجروا بثورة التحرير ومعاداة فرنسا، وانتم تخدموا عن فرنسا، انتم خدامين حزاب عن فرنسا، ولكن دايرين رجل دو كوميرس معاداة فرنسا. هاي اليوم باش تخرج الشعب يعادي فرنسا، الشعب معادي لفرنسا، دونك راح يخرج ويناصر الفريق المغربي ويفرح لما الفريق المغربي يفوز، وان شاء الله يفوز، ان شاء الله يفوز. اما اذا فاز الفريق المغربي بكاس العالم، وهذا كل ما نتمناه والملايير اللي نتمناوه، العصابه مش راح ندير لها. واحد قال لي يكونوا حرار ويبعثوا يهنيوا الشعب المغربي، ما يهنيوش الملك، يبعثوا رسالة للملك قال نهني الشعب المغربي بهذا الفوز. ولكن الفوايو العريان وقتاش يفكر؟ وقتاش يعرف يميز ما بين الشعب والنظام؟ لأنه المشكل تاع العصابة ماهوش النظام المغربي، النظام المغربي إذا كان مليح راهو لشعبه، وإذا ما كانش مليح راهو لشعبه. كيما حنايا النظام تاع العراية، حنا اللي رانا قاسيو منه، حنا كجزائريين اللي منفي واللي مشرد واللي لاخ في الحبس واللي غالق فمه، حنا اللي رانا نعاني منه النظام هذا تاع العراية. إذن في قضايا كيما هذه ما هيش قضية نظام مع العراية، العراية ما عندهمش مشكل مع النظام المغربي، العراية عندهم مشكل مع الشعب الجزائري، ما يحبوش الشعب الجزائري يطلع على إنجازات المغرب. واليوم هذا إنجاز كروي تقدرش تجاهله، داروا واش داروا، يعتموا وعملوا واش بغاو، ولكن العالم كله راهو سامع بيه، والناس كلها تعرف
انه انجاز رياضي انجاز كروي ما يجيش هكذاك تاع الصدفه. الناس كلها تتكلم عليه. البارح نعاود نتكلم ثاني على المحلل التونسي في قناه الحوار التونسي اللي يقول المغرب شيل النتائج اللي راهم يسجلوا فيها هي تعبير عن اراده سياسيه، انه الملك شخصيا هو اللي دار برنامج لتطوير كرة القدم، بنى مركب رياضي تاع كرة القدم معمورة في المغرب. يحكيوا عليه قال لك فات كلير فونتان، ما يبانش قدامه مركز كلير فونتان تاع فرنسا من احسن ما يوجد، فيها أكاديمية محمد السادس اللي تكون وفيها اللاعبين اللي خرجوا من الأكاديمية اللي راهم اليوم في الفريق المغربي. تشوف الطاقم اللي راه موجود كيفاش تجيب، تكلموا على هجرة الأدمغة على العصابة في الجزائر، إذن عاد نجيبهم هما يجيبوها بصح. ملك المغرب في كل عيد العرش يقلد المغاربة اللي عايشين في الخارج واللي برزوا بأعمال ثقافية بأعمال علمية بأي رهن، يقلدهم أوسمة شرف الأولى في كل عيد. هذا ما يصراش في الجزائر لأنه جهالة يحكموا في الجزائر وعصابة سراقين وبوندية وعرايا، دونك ما يعرفوش هذا. في كرة القدم مش داروا له، جاب المدرب المساعد تاع فريق تروا تاع فرنسا مساعد، مساعد مدرب انترين راجوان تاع ليكيب دو تروا، ليكيب دو تروا نعرفوها كامل، فرنسا دايره معروفه تلعب في الدرجه الاولى. جابوا محضر بدني كيف كيف، كان جاب واحد راهو معاه في الان كان يخدم مع الفريق البلجيكي، حاكم لي ستاتستيك وحاكم كذا ومنه ولي فيديو، هذه جابوه راهو في الفريق الوطني، دونك عنده كل شيء على بلجيكا وزود الرقراقي بكل المعلومات على بلجيكا. شوف الناس كيفاش تخدم، ما هوش تاع تجيب لعب منه ولعب منه ولعبهم. لقجع لما جاب الرقراقي دار حسابه ما حيطيش حالي لوزيتش هكذاك، يشوف يقول لك حالي لوزيتش هذا ما قدرش يغلب مصر دي بروفيسيونيل، وما صار هذه مشكلة من فريق تاع الأهلي، أهلي القاهرة، الركراكي يغلبها بفريق الوداد. هي دونك غادير كو الركراكي هذا عنده فرق خشخاش، يجيبوه بين السيد عنده كفاءة علمية، عنده كفاءة كبيرة، هذا كوفيسيو كومبيتونس. ها كيفاش نجيب لي كومبيتونس؟ حنا بالماضي بالدراع باش جابوا حتى تغرقت كامل البيبان، باش جابوا بالماضي رغم النتائج اللي سجلها في قطر كمدرب، رغم النتائج ما حبوا يشوفوا معايا يروحوا يجيبوا من يجيبوا من ليه، يجيبوا لك الشوامره دي زونترينور الشوامره في فرنسا يجيبوا وما يحطوش اون كومبيتونس اجيريان، ولما يحطوا لما يجيب لك ماجر يطلق عليه الصحافه لانه كاين واحد تاع العصابه نسميه الاخر معمر جبور، لانه زطشي ما يجيبلوش لي كليون باش ياكلوا في الريستورون ديالو، دونك يطيح على زطشي، وباش يطيح على زطشي لازم يطيح على ماجر باش جابوا زطشي. ومن بعد اون كومبيتونس كيما زطشي دا كوب دافريك فوق نحوه ها واحد جيب دوك بعد جيب ناس اللي ما يعرفوش خلاص فوتبال، زدتي خدم ودار اكاديميه تاع فوتبال، واليوم هذه الاكاديميه راهي تزود في الفريق الوطني، اللاعبين الوحيدين اللي تربوا في الجزائر خارجين من الاكاديميه تاع بارادو. ها وليك دونك هذا الشيء العصابه ما تحبش تشوفه، الشيء العصابه ما تحبش تشوفه. وعلى هذا كي يقولوا عندهم خيار صعب ما بين المغرب وفرنسا، جردان عرايا واش يديروا؟ يروحوا يتخباو، يتخباو ويحاولوا كاش يقمعوا الشعب، على بالهم بلي الشعب كامل. هاك تشوفوا
جنود دي بارا تاع القوات الخاصه يناصروا المغرب. ما يقدر الجزائري ما يناصرش المغرب. خلينا الانذال سبارتو يا لو موفي، كان ميكروب في كل جهه ما نكذبش، ولكن اغلبيه الشعب هاي يقول لهم هاد الانذال هذوما ايا جمعوا وخرجوا وديروا تظاهرات ضد المغرب بعد اللي جبتك تشوفوا الجزائريين الاخرين خارجين يتظاهروا مع المغرب. ايا ديروها ما يقدروش، ما يمثلوش واحد في المليون جزائري، ما يمثلوش واحد في المليون. دونك يروحوا يريحوا على رواحهم. فوالا الله اكبر، الله اكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.